السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الديكور بتاعنا ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الخلفية اللي ورايا دي، ديكور 3 دي ثلاثي الابعاد. قبل ما ابدا ان شاء الله اوريكم طريقة التنفيذ، ما تنسوش تعمل اب لايك وشير واشتراك في القناة. يلا نشوف الطريقة. شايفين هنجيب ورقة عادية جدا، المسافة ديت 34 سنتي، زي ما حضراتكم شايفين كده 34 سنتي ده العرض، أما بالنسبة للطول 30 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وناخد هنا 7 سنتي، ونعمل هنا 7 سنتي ونعمل نقطة، وهنا 7 سنتي ونعمل نقطة، وتحت نفس النظام 7 سنتي هنا وهنا 7 سنتي، ونبدأ نوصل. وراكم شايفين كده، ونعمل هنا المسافة دي 5 سنتي، ونعمل نقطة، المسافة ديت 5 سنتي، المسافة دي كلها 5 سنتي ونعمل نقطة، والناحية دي برضك 5 سنتي ونعمل نقطة، وراكم شايفين كده، وهنا 5 سنتي ونعمل نقطة، ونبدأ نوصل. زي ما حضراتكم شايفين كده، يبقى المسافة دي كام؟ 5 سنتي. نيجي الناحية التانية، المسافة دي كام؟ 5 سنتي، ونبدأ نوصل. دي 5 سنتي، زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هناخد هنا كام؟ 5 سنتي ونعمل نقطة، وهنا 5 سنتي ونعمل نقطة، يبقى أصبح المسافة دي كام؟ 5 سنتي، وديت 5 سنتي، ونبدأ نوصل. زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام، ونوصل دي بليت، دي 5 سنتي، هنقول تاني دي 5 سنتي ودي 5 سنتي، ونبدأ نوصل، ونوصل دي بليت زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هنوصل دي بليت زي ما حضراتكم شايفين، بعد كده هنوصل ديت دي 5 سنتي، المسافة دي 5 سم ونعمل نقطة، ونبدأ نوصل كده 5 سم، المسافة دي 5 سم وديت 6 سم، ناخد المسافة دي كده 6 سم ونعلي، ونبدأ نوصل. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هناخد المسافة دي كمان كام سنتي؟ 6 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ بقى نوصل كده. تمام؟ ده كله هيتقص، ده كله الزيادة دي كلها هتقص. ده اللي أنا مش عايزه. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كله إيه؟ هيتقص. ده كده هيتقص. دي بالشكل الاستنبط في الشكل النهائي، ده اللي انا عايزه.
زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه ده شكل ستاندر. طبعا معانا تلات تنفيذ خطوه.